السلام عليكم، كيف مشيتوا معنا؟ ثنائية إسماعيل الحداد نجم الوداد البيضاوي وحسنية أكادير السابق واللي انتقل هذا الموسم للخور القطري، للأسف لاعبين موهوبين من البطولة الوطنية كيمشيو لفرق مغمورة بالخارج، لا هما كيبقاو بنفس المستوى ولا هما كيطوروا المستوى ديالهم للأفضل. وأنا دائما كنقول إذا كان الخليج هو الوجهة المقبلة لكل لاعب فإنه يحصل الاختيار ويختار فريق كبير في الخليج اللي يقدر يخول له أنه يلعب كأس آسيا ويكون هامش تطور كبير في الفريق الجديد ديالو. لكن انك تمشي لفرق مغموره بحال الخور الوكره، الاهلي القطري، او لا الرائد السعودي داماك، فرق اللي مغموره والهامش تطور فيها قليل، وبالتالي كتقتل الموهبه ديالك على ودي تصالير في المستوى. اليوم شفنا اسماعيل الحداد متوهج، سجل جوج الاهداف على طريقه بانينكا وقدم اسيست في المباراه وساهم فوز كبير للفريق ديالو خماسيه. فخليونا الراي ديالكم في الاداء اللي قدم اليوم اسماعيل الحداد، ما تبخلوش علينا بالاراء ديالكم، خليونا الراي ديالكم في التعليقات. الناس اللي مازال ما مشتركنش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العاده نتشوفوا في فيديو جديد مع اسد من اسود اطلس. السلام عليكم.